طيب يعني اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي لقطات لفريق النادي الاهلي اثناء توجه اللاعبين للمحاضره الاخيره قبل مباراه اليوم مع مستر بيتسو موسيماني قبل ماتش امبي. نتمنى لهم يا رب كل توفيق في ظل غيابات عديده في الحقيقه بالنسبه للنادي الاهلي. ان شاء الله الاهلي يكون موفق ويكسب مباراه امبي. دايما مباريات الاهلي وامبي بتبقى صعبه جدا. فريق امبي السنه دي فريق محترم بيضم عناصر ممتازه وطبعا جهاز فني قوي جدا بقياده الكابتن الكبير كابتن حلمي طولون. لسه مكملين في موضوع